السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظر اليومي للأسواق اليوم 23 يوليو 2020، ونبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي. وأشرت بالأمس في الفيديو أسباب هبوط الدولار الأمريكي، يمكنكم الاطلاع عليه للاطلاع على المزيد من التفاصيل. تفسير الهبوط الحالي والذي امتد إلى مستوى الدعم المشار إليه بالأمس عند المستويات ال 94.63، ومن المتوقع انه في حال كسر هذا المستوى الاستقرار ادناه ان يستهدف مؤشر الدولار المستويات ال 93.40. ومن الجانب الاقتصادي، تزايدت حده التوترات بين الولايات المتحده والصين مع اغلاق بعض القنصليات في كلا البلدين، مما يشير الى ان حاله عدم اليقين وحاله العزوف عن المخاطره قد تسيطر على الاسواق خلال الاسبوع المقبل، وتظل النظره السلبيه قائمه بالنسبه لتداولات مؤشر الدولار الامريكي. ينصح باستغلال اي ارتفاعات لمؤشر الدولار للبيع، خاصه قرابه مستوى المقاومه القوي عند المستويات ال 95.60. اما بالنسبه لتداولات اليورو دولار، واشرت ايضا بان مستهدفات الزوج على المدى الطويل تستقر عند المستويات ال 1.17. يجري تداول حاليا الزوج عند المستويات ال 1.16، مستويات مقاومة قوية جدا في حال فشل الزوج في اختراقها على الإطار الزمني اليومي. قد نشهد تصحيحات تمتد إلى المستويات ال 1.15. أما على المدى الطويل وعلى الإطار الزمني الأسبوعي، نلاحظ بأن المقاومة القوية لتداولات المدى الزمني الأسبوعي هو المستويات ال 1.18 بالنسبة للمستثمري المدى الطويل، والذي يتمثل في مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبة 61.8، ولذلك يفضل أيضا استغلال أي تراجعات على المدى القصير للشراء بالنسبة تداولات اليورو دولار. اما بالنسبه لتداولات الاسترليني دولار، واشرت ايضا بالامس بان الاسترليني دولار يوفر فرصه للشراء بعد اختراق خط الاتجاه الهابط على الاطار الزمني اليومي. وعلى الاطار الزمني الساعه، تمثل مستويات ال 1.2665 مستويات دعم قويه وهامه، ومن المتوقع ان يتم استهداف المستويات ال 1.28. وعلى الجانب الاقتصادي، تترقب الاسواق المفاوضات التجاريه بين الاتحاد الاوروبي والمملكه المتحده في وقت لاحق هذا الاسبوع، وسوف يكون لها تأثير قوي على تداولات الزوج، ولكن أيضا يستفيد الجنيه الاسترليني من حالة الضعف الدولار الأمريكي، وليس ذلك بسبب قوة الجنيه الاسترليني. وشخصيا أفضل شراء اليورو على الجنيه الاسترليني في تلك الأوقات. اما بالنسبه للمعدن الاصفر، والذي يفاجئنا يوما عن يوم بالمزيد من الارتفاع المتسارع والقوي وصولا الى مستويات 1879 دولار الاونصه، واشرت ايضا في الفيديو الصادر بالامس بان المستهدف للذهب هو مستويات 1900، ويفضل استغلال اي تراجعات للشراء وليس التفكير في البيع ابدا من تلك المستويات. وتوفر مستويات 1865 والمستويات 1820 مستويات دعم قويه لبناء تمركزات شرائيه. اما بالنسبه لتداولات مؤشر الداو جونز، والذي يستقر حاليا عند المستويات 27156، ونصحت ايضا بان استغلال اي تراجعات للشراء، لكن يفضل انتظار اختراق والاستقرار اعلى مستويات 27100 باستهداف المستويات 27500، وتمثل مستويات 26500 مستويات دعم بالنسبه لمتداولي المدى المتوسط. كانت هذه نظره سريعه للاسواق، تمنيت لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.